تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان تنطلق الدورة الأولى لمعرض أبو ظبي الدولي للقوارب 2018 الأربعاء القادم إن شاء الله من تاريخ 17 لتاريخ 20 من أكتوبر. 270 عدد الشركات المشاركة في الدورة الأولى يمثلون 25 دولة، وتأتي انطلاقة معرض أبو ظبي الدولي للقوارب وفقا لاستراتيجية شركة أبو ظبي لتطوير المعارض لتعزيز مكانة العاصمة أبو ظبي في سياحة الأعمال، وذلك من خلال استقطاب واستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية العالمية.